وبيننا معاك لو احنا بعد هي دخلي شغلك اللي ححبها او اللي موجوده الله اعلم. اوكي فهمت علي؟ يعني خليه تو بي كونتينيو. يلا اوصل ليك ولا ما زلت انا اظن هيك اوصل لك حتى ترضى ترضى خليك منظر برا بعقل ابرا اوصل لك حتى لو عارف اني ممكن اموت اوصل لك ولازم تحسي باللي حبك موت اوصل لك حتى لو عارف اني ممكن اموت اوصل لك حبك موت لو ايديك لمست دايا كفاية علي اموت وانا شايف لهفتك علي ركد؟ اوكي انا عاد شو شو قال لك؟ بتفرح هون هنيك وحيد الله احلى هنيك يلا يلا قوم نروح لا 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 اذا شو شو منظر ترك منطقتي هون مكاني يلا قوم يلا هنيك احلى هنيك بس ما في كراسي في كراسي طلع طلع لخمها لخمها لخمتها 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 ايه شفت لخمتها قوم نقعد قوم خلص اقعد يلا يا ليلي يا عيني اهلا وسهلا شباب فيكم بيتي طبعا انت لهون بيتي شباب صروا شوي يلا وما اعطيني كورنر اوكي اي ماينر صعب مش حابب اي ماينر اي ماينر اي ماينر مو هذا اي ماينر يا زلمه انت تركت شو بدك شو بده فيك شو بده فيك شو عارف استقبل عاد استقبل يلا خلص خلي الولد اعطيه بلش 1 2 3 عن جد وعن جد لا اطير عشان بلش كلمت في التليفون بتكلم مامتك كده قول لها تسلم عليك طيب قول لها تسلم عليك اوكي مسايس اكيد اكيد شو ما مين حكيتي بس ما كلمتش هاتك دلوقتي تكلم مامتك نعم لا هاتك دلوقتي هكلم هاتك دلوقتي اتكلمتي اللي الدنيا انتي ولا انتي بعد
والطعم عصفور بعد العطر غافي والطعم عصفافي بعد الأمل عندي الأمل بكرة الدنيا تزغل عم برسمك خطوة بدرب مشوار أحفاف ورقة من غصن كينا بدي اسمع الجيتار نوم وطيها وطيها شوي احنا كيف كده ليكون معضة هيدي